ولا يحاول يستهلك الوقت ولا يلعب بالزون ديفنس او الطريقه الدفاعيه بالشكل امبارح ده، لانه بطل افريقيا فاز بالبطوله، ولكن هو بيلاعب مين؟ عارف انه بيلاعب الاهلي، عارف ان الاهلي طريقه مختلف، عارف ان الاهلي كسب الترجي رايح جاي، عارف ان الاهلي تاهل من دور المجموعات رغم ان فرصه كانت صعبه، بس الاهلي لما يوصل نهائي بتبقى حظوظه للفوز بالبطوله تتخطى 70-80%. عموما في تفاصيل فنيه ثانيه مهمه جدا، بغض النظر بقى عن كل الاخبار والكواليس اللي اتكلمنا فيها والاعداد بالنسبه للمرحله الجايه وايه الدور اللي الاعلام ممكن يقوم بيه. التحليل الفني لمباراه الامس يمكن بعض الناس اختلفت شويه في مجموعه الاراء، مساله التغييرات، مساله التشكيله اللي بدات، هل كان ممكن الاهلي ينهي بشكل افضل من الطريقه اللي نهى بيها؟ كل ده هنعرفه بالتاكيد من خلال زميلنا الاستاذ سعيد علي الناقد والمحلل الفني. استاذ سعيد مساء الفل عليك. مساء النور عليك استاذ محمد، اهلا بيك. اهلا بيك، وعايز اعرف منك كده يعني رؤيه فنيه على نتيجه مباراه الامس والاداء الفني بشكل عام، ولو كمان معاك لغه رقميه، لان انا بهتم جدا بلغه الارقام لان بتدينا انطباع جيد على شكل الفريق في مباراه الفاينل. يعني في الحقيقه استاذ محمد نستطيع ان احنا نلخص المباراه في عنوان واضح جدا، انها مباراه قدم فيها الاهلي الكثير ونال منها الوداد اكثر مما يستحق. يمكن كلنا كنا متوقعين ان الاهلي هيكون الطرف الافضل، الطرف الاكثر حيازه، الطرف الاكثر تحكم في المباراه، لكن ليس بهذه القوه والحده والغاء فكره النديه المتوقعه في مباراه نهائيه. يمكن قبل المباراه ستيفن فاندن بروك اتكلم وقال ان انا متوقعها انها مباراه يكون فيها نديه وتكافؤ شديد وهيحسمها الافراد، لكن اللي شفته امس في الحقيقه كانت مباراه فيها افضليه واضحه وبفجوه كبيره جدا 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 ما بين الاهلي والوداد. الاهلي فاجئني بانه بيهاجم بكثافه كبيره جدا من الدقيقه الاولى في المباراه، عدد كبير جدا في الثلث الاخير، حصار غير عادي للوداد في مناطقه، وكم فرص كثيره جدا جدا. يمكن نقدر نقسم المباراه لجزئين، جزء من قبل الهدفين وما بعد الهدفين. الجزء الاول كان النادي الاهلي بيمارس عمليه الضغط والضغط العكسي على الخصم بشكل قوي جدا، اثار رعب كان واضح جدا جدا على لاعبي الوداد، اربك دفاعاتهم بشكل كبير جدا، تولدت مساحات، تولدت فرص، كان واضح جدا الرغبه عند اللاعبين، كان واضح يا استاذ محمد زي ما انت قلت الاعداد النفسي للاعبين، كان واضح جدا ان كولر فاهم ومدرك انه هيحاصر الوداد ازاي. فشفنا محمد هاني من الدقيقه الاولى بيتقدم، وشفنا علي معلول من الدقيقه الاولى في الثلث الاخير لملعب في النادي الوداد، عشان كده النادي الاهلي كان بيهاجم بخمس مهاجمين وست مهاجمين لما كان حمدي فتحي بيتقدم ويدخل منطقه جزاء الوداد، وده شيء انا ما شفتوش حتى في مباراه الرجاء. يمكن احنا في مباراه الرجاء لعبنا بتوازن اكثر، لعبنا بحسابات فيها بعض الحذر، لكن لا امبارح احنا هاجمنا بكثافه كبيره جدا وصنعنا فرص كتير جدا وقدرنا نسجل هدف واثنين، واجبرنا الوداد انه يلجا الى الاندفاع والعشوائيه والارتجاليه. وهنا الحقيقه حصل بعض الامور، يمكن لما المساحات ظهرت لنا بشكل كبير جدا كنا قادرين نسجل هدف ثالث. ربما التاخر بعض الشيء في التغييرات، ربما ان حمدي فتحي في الفتره الاخيره كان فيه عمليه تجهيز ليه، ما كانش في افضل حاله بدنيه رغم انه قدم مباراه كبيره، لكن ربما المباراه الكبيره دي كانت تنتهي عند الدقيقه 70، كان يكون في نفس جديد في الملعب كان يمكن النادي الاهلي من انه يخرج بنتيجه اكبر. لكن اللي شفته امس وكم الفرص اللي صنعها النادي الاهلي وحاله الرعب اللي انا شفت عليها للوداد تخليني متفائل بشكل شديد ان هذه المجموعه من اللاعبين وهذه الافكار الخططيه اللي قدمها مارسيل كولر بان انا استطيع في الدار البيضاء ان اكرر الانتصار، وهذه النسخه من الاهلي نسخه قادره بالفعل انها تتوج بلقب وتتوج ببطوله في نهائي يفوز به ذهابا وايابا، وده انا شيء شايفه قريب جدا من التحقق ان شاء الله في الدار البيضاء. طيب ايه النقطه الايجابيه او النقطه اللي انت شفت الاهلي بيلعب عليها امبارح؟ يعني دايما الوداد لما لعب صن داونز كان بيقفل دايما منطقه العمق، لان عارف ان الوداد صن داونز بيتميز بالتمريرات البينيه وبيلعب في العمق كويس جدا. مع الاهلي عارف ان الاهلي بيلعب على الاطراف بشكل رائع، ولكن امبارح انا حسيت ان الوداد لا قادر يقفل عمق ولا قادر يقفل اطراف، فالامور وسعت منه، ولو كان في ضغط اكتر بعد الجون الثاني يا سعيد والله انا كنت واثق ان الاهلي ممكن امبارح يعمل ثلاثيه ورباعيه على الوداد امبارح في لقاء الفاينل. برافو عليك يا استاذ محمد، انت فعلا لمست نقطه مهمه جدا، وهي فكره ان الوداد العارف
يعجزك على الاطراف ولا في العمق، وده نابع من دراسه جيده جدا جدا لمارسيل كولر وادراكه ووعيه بالتفاصيل المهمه، انه قدر يحدث عمليه التنوع ما بين الهجوم على الاطراف والعمق. فانت كنت بتشوف من بدايه المباراه، وده ما كانش بيحصل كتير، ان الظهيرين بيتقدموا للثلث الاخير من الملعب ويفتحوا محمد هاني في الناحيه اليمنى وعلي معلول في الناحيه اليسرى، ثم حسين الشحات كان بيترك الخط دايما ويدخل لقلب الملعب، وحمدي فتحي كان بيترك وسط ويتقدم للثلث الاخير. فهذه الكثافه عدد كبير جدا من اللاعبين، ثم انك لما بتخسر الكوره ما فيش 3 ثواني وتستعيدها مره اخرى، فانت حارم الخصم ان هو يعمل 3 تمريرات، كل ده زرع شكوك في الخصم، كل ده اربكه جدا جدا، خلى عنده يعني حاله حذر شديده جدا. وكمان النهم اللي كان ظهر عليه لعيب النادي الاهلي وحاله ثقتهم الكبيره في انهم قادرين يحققوا الانتصار الكبير ده، خلى ان النادي الاهلي بيصنع كم فرص كتير جدا. شفنا على مستوى الافراد بيرسي تاو بيعيش يعني افضل فتراته، هذا الجهد اللي بيقدمه سواء في المباراه النهائيه في ذهاب النهائي امس او ما قبله، بيقول ان احنا قدام لاعب هو افضل اكيد هذه النسخه، ويخليك تفكر ان الراجل ده لما تتاح له مساحات في الاياب حينما يذهب الوداد للعب من اجل الانتصار ويتقدم ويترك مساحات، حينما يلعب الوداد امام جماهيره تحت الضغط وهو الطرف الخائف والحذر من استقبال الهدف، فبالتالي انا اشوف هذه النسخه من بيرسي تاو وهذه النسخه من حسين الشحات، ومع جاهزيه اكثر او جاهزيه اعلى لحمدي فتحي اللي كان عنده زي ما ذكرنا تاهيل في الفتره الاخيره، نقدر نسجل هدف ونقدر نسجل هدفين. وانا على يقين كامل ولمست ده من المؤتمر الصحفي الاول للمدير الفني للوداد البيضاوي، انه متخوف من افضليه الافراد، هو شايف ان في افضليه افراد جوده اعلى عند لاعبي الاهلي، لكن انا بكمل عليها وبقول احنا لا نمتلك افضليه فقط على مستوى الافراد، لكن بنمتلك ايضا افضليه على مستوى المنظومه وعلى مستوى التنظيم الخططي والجماعي اللي عمله مارسيل كولر امس. وعجبني جدا جدا انه بيلعب او ابتدى الجيم الخاص بمباراه الاياب من تصريحاته امس في المؤتمر الصحفي لما قال انا رايح المغرب عشان افوز، انا انتصرت النهارده صحيح ورايح انتصر تاني هناك، واعتقد بالفعل النادي الاهلي رايح الدار البيضاء مش عشان يحقق تعادل او يخرج بنتيجه ايجابيه فقط، لا، هذه النسخه بالفعل قادره ان شاء الله على انها تحقق انتصار اخر وتعود لنا بالبطوله باذن الله. طيب انا بركز بقى في اخر سؤال معاك يا استاذ سعيد على الاستحواذ، من خلال موقع الاتحاد الافريقي والارقام الخاصه بلقاء الفاينل بنتكلم ان الاستحواذ بتاع المباراه الاهلي وصل ل 65% استحواذ مقابل 35% لنادي الوداد. تبص على طريقه اللعب امبارح الاتحاد الافريقي بيقول الاهلي لعب بطريقه 4-1-4-1، تتكلم على الهجمات الاهلي كان بيهاجم من الجبهه اليمنى بنسبه 39%، من الجبهه اليسرى بنسبه 31%، من وسط الملعب بنسبه 29%، انت بتتكلم على في تنوع في الاستحواذ، تنوع في الهجمات، قدره هجوميه رائعه جدا من كل الجوانب، دي كلها حاجات اكيد لازم تدينا دفعه معنويه ان لقاء العوده على فكره صعب على الوداد مش على الاهلي بس. بالظبط، الى الارقام واضحه جدا بتكشف زي ما قلت لك يا استاذ محمد انها غيبت حاله النديه المتوقعه للمباراه النهائيه. لما بتلعب نهائي بالتاكيد قدام حظوظ متساويه، طرفين متكافئين جدا، حظوظ متساويه، لكن النادي الاهلي بالفعل الغى هذا التكافؤ، عشان كده انت تقدر تلمس من ردود الفعل عند الكل ان احنا فعلا كنا اقوى بكتير. انا عايز اقول ان واحده وربما المباراة الأفضل اللي أنا بشوفها للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، المباراة اللي قدمناها بالأمس وهي اللي خلقت هذه الأفضلية في على مستوى الأرقام. يمكن أنت قلت رقم مهم جدا، كان في تفوق بعض الشيء في الهجوم من الجهة اليمنى عن الجهة اليسرى، وده له علاقة أكتر بتكتيك كولر اللي هو ركز على إن دايما بيرسي تاو بينزل ناحية الجهة اليمنى بيستلم على الخط كتير، بخلاف حسين الشحات اللي كان بيميل للعمق اكتر. ليه؟ لان هنا كولر كان بيجمع اللعب ما بين عند محمد هاني وبيرسي تاو، وبيستغل جوده ومهاره تاو في الانطلاق وفي المراوغه وفي الجرأه في التحمل المناطق، ويمكن كانت اكتر من مره وما وفقش، لان كان عدد الثقان وعدد المدافعين للاعبي الوداد كثره، عدد كبير جدا تحت الكوره، فده حررنا من احنا بعض الشيء ان احنا نلاقي فرص اسهل، لكن انا متاكد ان ده في الاياب هتلاقيه بشكل اكثر وهتلاقي الفرص التسجيل اسهل، وان شاء الله باذن الله انا بشوف ان بيرسي تاو زي ما اتكلمت عنه مره واثنين وثلاثه وبكرر، هذا الرجل الافضل في هذه النسخه مع حمدي فتحي يستحق ان شاء الله ان هو يعود لنا
بهدف غالي جدا وبنتيجه ان شاء الله كبيره في المباراه باذن الله. استاذ سعيد علي الناقد والمحلل الفني، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات والتفاصيل الفنيه اللي اتكلمنا عليها بخصوص مباراه الذهاب النهائي، ولكن ان شاء الله لقاء العوده في تفاصيل فنيه اكتر وفي كواليس واخبار هنتكلم عليها اكيد خلال الفتره القادمه. دلوقتي نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لاخر اخبار الترند.